بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في حصة لتتمة حصص التحضير لشهادة الأرى السياسية. اليوم إن شاء الله راح نشوف القسم الخاص بالشبكات بالنسبة لتوزيعات الأدوات، أوكي، نتورك مانجمنت، وراح نشوف كذلك الفايروال إذا أمكن بإذن الله. دائما لما نتحدث من المفروض عن الشبكات، الشيء اللي يجي في ذهنك أنك تتحدث على سويتش، تتحدث على راوتر، تتحدث على شيء عنده علاقة بالنتورك، لكن يبقى الان ديفايس ولا اللابتوب ولا السيرفر هو في الحقيقة الشيء اللي راح يستعمل هذا النتورك. لما نتكلم على النتورك ما لازم ننسى أنه أي واحد، مثلا راح ناخذ مثال تاعنا، أي واحد عنده لابتوب، معظم الناس حاليا تتعامل باللابتوب، وهذا اللابتوب يجي أضعف الإيمان ب 2 كارت، اللي هو واحد واي فاي، واحد ويرد، اوكي، واحد بالكابل واحد بالواي فاي. لما نحب نشبك انا على اي نتورك لازم تستعمل واحد من الكارت، اما الواي فاي واما راح نشوف الطريقة اللي كانت تستعمل قديما، وكانت لازم تدخل على على الكارد وتعمل كونفيجريشن، اوكي، تعمل كونفيجريشن، معناته أنه الكارد في حد ذاته يمكن برمجته على نتورك واحد فقط، أوكي؟ وكانت فيه شيء ثاني اسمه اللوجيكال انترفاس، أوكي؟ اللوجيكال انترفاس هي أنك تنشأ فايل جديد للكونفيجريشن ويمكن تستعمله على الكارد نفسه، اوكي، لكن عنده ليميتيشن لانه اصلا هذا راح تكون كونكتد النتورك ديفايس واحد. هذا فيما يخص النتورك سيرفيس. في التوزيعات الحديثه خرج سيرفيس اخر ولا دائما اخر اسمه نتورك مانجر. نتورك مانجر، اوكي، وهذا اللي العمل تاعو حاليا انه يقوم بإدارة كل ما يتعلق بالنتورك والشبكات على مستوى السيرفر مثلا ولا اي لابتوب. علاش عطيتكم لابتوب؟ لانه مثلا اذا كنت في البيت مثلا راح تستعمل الكابل مثلا انت البيت، اوكي، وراح يكون عنده اي بي ادرس الخاص بالبيت. المشكل انت انك بعدين تروح مثلا على العمل وراح تمشي بنفس اللابتوب، اوكي، واللابتوب عندنا هنا ويرد ويكون شابك على نتورك ثاني، معناتها المشكل انك لازم تدخل وتعمل موديفيكيشن من جديد على النتورك، الا اذا كنت تستعمل دي اتش سي بي، وفي هذه الحاله تسهل شوي، لكن مش كل الشركات تسمح بالدي اتش سي بي، مش كل الشركات تسمح مثلا بالدي اتش سي بي. في البيت اغلب الناس تستعمل دي اتش سي بي لانه موجه لعامه الناس، لكن إذا عملت مثلا restriction في النتورك خاصة في الشركات الكبرى، هناك حتى لو فيه DHCP يكون فيه تخصيصات. المشكلة أنك لازم تدخل على الانترفاس وتغير الـ IP اللي كان هنا ويصبح الـ IP مخصص بالـ. مثلا إذا كنت تشتغل على شركة هي تقدم خدمات في هذا المجال، راح تكون مثلا تروح على على
كاستمر اوكي ولا كلاينت، وفي هذه الحاله راح تروح بنفس اللابتوب وبنفس الواي ويرد، لانه الواي فاي بالاغلب احيان شيء صعب انك تستعمله عند كلاينت اي بي انت، وهنا راح تضطر انك في نفس الشيء تغير من الكونفيجريشن. وفي هذه الحالة صعبة الدعوة من الحالة مع نتورك، مع ان نتورك مانجر زدنا اللوجيكال ولا طبقة اخرى هنا اللي هي عندك ديفايس بحد ذاته وعندك ما يسمى بال كونكشن اوكي، معناتها انه هذا الكارد يمكن يكون عنده عدة برمجات، منها مثلا البرمجة الخاصة بالهوم اوكي، وهنا كونكشن اسمها هوم، برمجة خاصة بالورك وهنا فيه كونكشن خاصة بال، وبرمجة خاصة بالكوستومر واحد واللي هي سي وان، وكوستومر ثاني سي تو، وهنا يكون عندك فليكسيبيليتي، ثم انت الان مضطر انك تعمل موديفيكيشن على الابستراكت ليفل نص الفيزيكال ليفل، وراح تتحكم فيه. في هذه الحالة انا نشوف انه الكارد عندي ممكن انه يكون فيه 20 كونفيجوريشن اوكي، 20 كونفيجوريشن، لكن خذوا بالكم التايم only one connection لازم تكون active في وقت واحد، مستحيل يكون عندك أكثر من connection activated، هذه الحالة لازم تأخذ بالك. كل واحد منهم يكون عنده file configuration file، هذه configuration file يكون في slash etc slash sys config slash network script slash if cfg minus واسم الكونكشن. اذا كان عندك اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، راح تصيب اربع فايلات تبدأ بهذا الاسم اللي هو interface configuration if cfg. هذه خذوا بالكم انه في هذه الحالة الكونفيجريشن تاع الكونكشن يمكن تكون مانيوال على الفايل مباشرة، ومن الأحسن انك تستعمل انام سي ال اي اللي هو نتورك مانجر سي ال اي، نتورك مانجر سي ال اي، وكل كونكشن راح يكون عندها نيم، ولا احنا نتعامل مع النيم لكن السيستم يتعامل مع الاي دي، معناتها كل كونكشن عندها اي دي وعندها نيم. النيم موجه لينا احنا كبشر لانه سهل انك تتذكر اسم، لكن اي دي مجموعه من الحروف صعب كثير. هذه الحاله يكون عندك الاي دي ويكون عندك النيم على الكونكشن اوكي. لازم تتأكد أنه نتورك مانجر هذا السيرفيس يكون أب، هذا الشيء الأول اللي لازم تأخذ بالك منه. كل ما يتعلق بالنتورك يمكن أنك تعمل له المانجمنت بين أنامسيال أوكي. إذا أنت مش متعود على الـ CLI يمكن أنك تستخدم أنام، وهو أنام CLI بالـ Text Interface، بالـ Text Interface وأنت حر، يمكن تستعمل هذا ويمكن تستعمل هذا. وفيه كذلك إذا كان عندك Interface Web يمكن أنك تستعمل الانترفاس على الكوكبيت مثلا، ولا مباشرة على
جنوم إذا كنت مثبت جرافيكال انترفاس. هل فيه أسئلة على الكونسبت بما يخص النتورك؟ أوكي، ونفس الكونفيجريشن كنت تستعمل اي بي في 4 ولا الاي بي في 6 نفس الشيء، ما راح يكون فيه تغيير بينهم، ما يكون تغيير بين الاثنين. اوكي، هذا فيما يخص الكونسبت. راح نروح الان للتطبيق باذن الله. قلنا اصلا اعطيكم شيء قبل ان تكلموا على NFCLI، اذا كنت من الناس اللي تنسى، من الافضل انك تروح على المان، والمان فيه سي اسمه NFCLI example. شو معناتها؟ معناتها عندك يمكن تقول documentation والحاضرة عن كل ما يمكن استعماله بالNFCLI وكل الأشياء اللي يمكن، لكن لازم واحد يعرف كيف يتعامل معها. مثلا أعمل connection create عشان نروح على connection مباشرة. اوكي، وهنا مثلا connection add con add، وهنا عندي بس اللي عندها علاقة بالconnection add connection. اوكي، مثلا هذا راح نشوف احنا كل هذا بعدين. واحد اللي ينسى ياخذها من مباشرة من هنا. وش معناتها؟ راح نزيد connection، اسم الconnection my connect، راح تكون مربوطة بالديفايس هي مي 1، تيب راح يكون ايثرنت في هذا الليفل من التريننج، ايثرنت اكثر شيء يهمك. اوكي، راح تعطيه اي بي في 4. اوكي، يمكن تعطيه الجيت واي، واذا شايفين هنا الاي بي في 4 فيه نفس الشيء بالنسبه للاي بي في 6، وفي نفس الشيء بالنسبه للجيتواي 6، ويمكن تحط عليه دي ان اس، ويمكن مثلا حتى بعد الكونفيجريشن هذه وترجع انت تحط الموديفيكيشن مثلا وتزيد الدي ان اس سيرفر، بعدين قررت انك تزيد دي ان اس ثالث تعمل له بس هنا زائد ولا البلاس. واذا حبيت تعمل نفس الشيء بالنسبه للاي بي في 6 راح يكون عندك، اذا حابب تاخذ معلومات على الانترفاس ولا على الكونكشن لازم تحط شو هنا كونكشن. يمكن تكون عندك كونكشن، يمكن عندك تكون عندك ديفايس، على حسب الاستعمال، على حسب الاستعمال. راح نروح احنا بال NFCLI، نبدأ اول شيء اللي هو dev status. اوكي، وهذه راح تطلع هي نفسها نفس ديفايس، بس بنستعمل اختصار ولا ابريفيشن. اوكي، وحنا راح تعطينا لمحه عن الديفايس اللي عندكم. راح تشوفوا ان عندكم ديفايس اول اللي هو NFCLI 1S. هذه حكايه الاسماء هنا عندها علاقه بال بالنوع الكارت، اذا كانت انتجريتد ولا لا، كل هذه الاشياء داخله في هذه التسميه. اوكي، والسلوت اللي بتستعمله حاليا احنا ما يهمنا هذا الشيء الان، اللي يهمنا انه فيه واحد تيب ايثرنت، اثنين تيب ايثرنت حاليا غير مستعمله. اوكي، وفيه نوع ثاني اللي هو فيرتوال بريدج، بنوع بريدج، وهذا مربوط بالكونكشن. حاليا عندي اثنين كونكشن، عندي واحد اثنين، والانترفاس عندي اثنين انترفاس اللي باللوجيك ايثرنت، هذه حاليا ما عملت لها كونفيجريشن. اذا حبيت نشوف بس الكونفيجريشن هذه، علاش عندنا فيرت؟ لانه بكل بساطه عندنا
ليب فيردي اللي هو فيرتواليزيشن دائما، وعمل بريج على شيء يخلي كل ال فيرتوال ماشين يمكنهم يخرجوا عبر هذا الانترفاس باستعمال هذا البريج. اوكي كل راح يستعملوا هذا البريج. احنا ما عندنا مشكل في هذا، احنا اللي يهمنا هو تيب ايثرنت. اوكي وهذه اللوب باك مشهوره، هو بس لوكالي، وهذه مش نتورك مانجر ما يعملها مانجمنت لانها 127.0.0.1 مشهوره ولا اي عدد بعد الصفر. اوكي راح نشوف شيء ثاني الان. اذا عملت انا سي ال اي كونكشن ولا كون ستاتس شو، راح تشوف انه عندك اسم الكونكشن والاي دي على الكونكشن وتيب الانترفاس اللي مستعملها. حاليا مثلا هذا اللي عندي انا، عندي كونكشن واحد مستعمله. اذا عملت اي بي شو ادرس شو، راح تشوفوا هنا يا الاي بي اللي عندكم وتشوفوا معاها. من المعروف انه اللينك الاول هو اللوب باك. اوكي اللينك الثاني هو P1S0 وعنده انترفاس اللي هو 85. اوكي وعندك P10S0 هذا حاليا ما هو ما شغال، وعندكم هذا الفيرت بي ار اللي هو الفيرتوال نتورك. الفيرتوال نتورك هذا فيرتوال نتورك. احنا وش راح نعملوا الان؟ راح نشوفوا ديتيلز نتاع كونكشن واحد اللي هو بالانام سي ال اي كونكت شو، واعمل عليه. راح تشوفوا هنايا اشياء كثيره، الاي دي تاع الكونكشن، انترفاس مستعمله، اوتو كونكت شو معناتها؟ معناتها اذا شغلنا السيرفيس نتورك مانجر راح تطلع معاها اوتوماتيكلي. راح نشوفوا شيء ثاني. اي بي في 4 اوتو شو معناتها؟ معناتها انه هذا الاي بي اخذيته بال الاي بي اخذيته بال دي اش سي بي، اخذيته بال دي اش سي بي. وفيه المعلومات مثلا اذا رحت على المانيوال هنا الميثود حتكون اما مانيوال اما اوتوماتيك. اوتوماتيك معناتها دي اس سي بي، ولا مانيوال معناتها ستاتيك. اوكي ونفس الشيء راح تصيبه مع الاي بي في سي. اوكي ونفس الشيء مع الاي بي في سي. خلينا الان نروح على كيفيه اضافه كونكشن جديد اللي يمكن نضيفوه على نفس الانترفاس ويمكن نضيفوه على انترفاس جديد. احنا راح نستعمل الانترفاس الجديد لانه راح نشوفه شيء جديد في الانترفاس. add con name. اوكي اعطيها اسم ديمو مثلا، خلينا نروح اسم الخاص بنا. type اعمل tabulation، راح تشوفوا كل التايب اللي ممكن انك تعمل له مانجمنت بال ما راح احكي كثير على هذه الاشياء اللي يهمكم انتم. هنا انترنت فيه ادي اس ال مثلا، باوند اذا راح تعمل باوندينج، بريدج اذا تعمل التيم، عندك تيم، تيم سليف، تيم ماستر. اذا تعمل شغال على اوبن في سويتش عندك هنا خاصه بال اي بي في سويتش، كنت تستعمله في اوبن ستاك ولا بشيء ثاني. هنا اذا عندك واي فاي، واي فاي ماكس، اذا عندك في بي ان بالواي فاي. احنا اللي يهمنا هو ايثرنت. اوكي بعدين نعمل
اف 9 معناتها الانترفاس اللي راح نستعملها. اذا عملت ابي لايسن راح يجيب لك اصلا الانترفاس اللي كاينين، احنا غير مستعمله هي هذه، هذه اصلا احنا استعملناها، يمكن تستعملها مش مشكل. يمكن قلنا انه انترفيس واحد يكون عده، في عده العديد من الكونكشن. اوكي، او هنا نعطيه اي بي في 4 مثلا ادرس، ولازم الادرس يكون بالشكل اللي نستعملوه مثلا بهذا الشكل. وراح اعمل اي بي في 4 gateway مثلا. اوكي، ويمكن تستعمل اي بي في مباشره، وين راح نقول انه هو نفسه هذا بالواحد في الاخير. هو هذا الريزو ما هذا النتورك ما عندي، لكن ما بهم. اوكي، عدد اذا عملت انا ام سي ال اي شو كون شو اسمها ديمو، راح تشوفوا انه ديمو حاليا اعطيناها لك. وراح نروحوا اي بي هيك، اذا شفتوا حاليا هي راهي مانيوال، لكن خذوا بالكم هذه لازم تتغير. اوكي، هذه لازم تتغير وتصبح مانيوال. شيء ثاني، اذا رجعنا هنا يا الاوتو كونكت راها يس، الاوتو كونكت راها يس، وعندك نفس الشيء في الاي بي في 6، في الاي بي في 6 هنا عندك معلومات اكثر عليها. اوكي، وشايف انه الروت اللي عملهم اد مباشرة السيستم. مثلا انا حاب نعمل ان ام سي ال اي كون شو مباشرة، راح تشوف انها اكتيف. يمكن تعمل شوف بس اللي اكتيف، لانه ممكن اني اعمل واحد ثاني مثلا ديمو ثاني بنتورك اخر. خلينا نديرو نتورك جديد، 2 3 ونخلوه، بس لازم نبدلو عملوه على. اذا عملت اكتيف ما راح اشوفه، لكن اذا عملت شو راح تجي عندي، لانه انا من المفروض اذا عملت اكتيف على هذه لازم هذه تكون ديزاكتيفيت، ولا مش ممكن يكون عندك نفس الديفايس عنده شابكو على 2 كونكشن مثلا. وهذا اللي يخليكم كاين شيء ثاني، يمكن مثلا تعمل موديفيكيشن ان ام سي ال اي كون مود موديفاي، وتروح على ديمو مثلا وتعمل كونكشن لا خلينا نديرو اي بي في 4 ميثود، وهنا عندك مانيوال. اوكي، لانه احنا قلنا انه يمكن انك تعمل ان ام سي ال اي كون داون ديمو. اوكي، اذا عملت اكت شو راح تشوف انه مباشره هو عمل اكتيف، لانها محطوطه على الاوتو. اوكي، اذا عملت اي بي راح تشوف انه عندك هذه عندها اي بي في، حطيناها على اي هاي شايفينها. اذا عملت الاكتي داون للديمو 2 ونشوف من جديد شو، راح تشوف انه ديمو الاول راهي مانيوال، راح نعملها اب
مانيولي. اوكي، ونشوف من جديد الاي بي، راح تشوف انه الاي بي الثاني هو اللي تفعل حاليا. اوكي، ما فهمتش السؤال تاعك حسين، ما كانش هنا نفس الكونكشن ممكن تكون عندها عدة اي بي. اوكي، يمكن تزيد اي بي اخر نفس الانترفاس، يمكن تزيد اي بي اخر نفس الانترفاس. اوكي، الانترفاس يمكن يكون عندها اكثر من اي بي واحد، يمكن يكون عندها اكثر من اي بي واحد. اوكي، هذا فيما يتعلق بالكونكشن في حد ذاتها، لكن انا يمكن اعمل ديسكونكت على الديفايس في حد ذاته. يمكن اعمل انا مثلا اذا عملت انا ام سي ال اي داب ستيتس، راح تشوف انه هذا حاليا اكتيفيتد ومعمول عليها انا ام سي ال اي. اوكي، داف ديسكونكت، واعطيه اسمه اللي هو انا. روح نشوف من جديد، راح تشوفوا باللي ديسكونكت. خذوا بالكم انا ما اقدر اعمل سيستم CTL ريستارت نتورك، هو انها طلعت من جديد لانه هذه محطوطه على الاوتو، مش الميثود اوتو. ميثود اوتو معناتها كيف نجيب الاي بي ادرس، لكن الكونكشن اوتو معناتها اذا شغلت الجهاز من جديد ولا شغلت السيرفيس من جديد راح تروح مباشره. ما فهمت عليك، مثل كارت الشبكه في الويندوز؟ ما عندي فكرة أخي محمد على ويندوز، أنا إنسان صار لي أكثر من 16 سنة ولا ما اشتغلت على ويندوز. ما من الأفضل تشوف واحد عنده فكرة على ويندوز. شكرا أخي محمد. من فضلك أستاذ، تفضل طلب لي باسورد ادمنستريتور في ال من درت لا كوموند سيستم سي تي ار ريستارت نتورك مانجر. اها، اذا كنت اذا ما كنتش بالروت يطلب منك انك تكون روت. اوكي، خلاص خلاص اعطيت الباسورد. صافي، هذاك اصفر وهذا شفاه واحد اخر دوار نوار فيه لورونج بالطحي، بدك الطحي. الله يخليكم ميكروفون. خلاص أستاذ سيبو. إذا الآن أنت عندك بالنسبة لأن أم سي آل آي يمكن أنك تكون الكونكسن يكون عندك فيها الأب، يمكن يكون عندك فيها الداون، ويمكن تكون عندك فيها حتى الريلود. إذا عملت مثلا موديفيكيشن على الفايل مباشرة يمكن انك تعملها ريلود هنا. وفيه كذلك بالنسبة للديفايس عندكم كذلك داف فيها ديسكونكت. اوكي، اللي يمكن انك تحبس بها الديفايس اكو ولا كونكت ثاني باش ترجعوا من جديد. الكونكشن يمكن تعملها ريموف كذلك على عن طريق ديلي، وتعطيها اسم الكونكشن اللي حاب تعملها ديلي. مثلا ديمو 2، اذا عملت انا سي ال اي كون شو راح يكون عندي بس اللي حتى اللي مش كله اللي اكتيف ولا مش اكتيف، عندي بس ثلاثة. هذه الأسماء اللي تشوفوها الآن هنا، أوكي، إذا عملت ألاس نتورك
سيس كونفيج نتورك سكريبت اف سي اف جي عمل وراح تشوف انه عندك ديمو وعندك هذول اللي عملت عليهم البريد شيء اخر بريد شيء اخر هنا ديمو انس زيرو. اذا عملت تغيير اذا حبيت تدخل تعمل تغيير على واحد منهم سهله نفس الشيء ديمو مثلا وتدخل هنا وتغير هذه بوت بروتو هي اللي معناتها دي اس سي بي ولا تعملها تعملها ناون ولا ستاتيك يعني معناتها هذه الفاليو هنايا وهذه القيمه هنا يمكن تكون دي اس سي بي ناون ولا ستاتيك وهنا تحب تضيف اي بي ادرس اخر تعمل بس تزيد هنا واحد وتزيد البريفكس تاع واحد الجيت واي تاعه مثلا واحد وتزيد تكمل عليه هذا اسم الانترفاس ما فهمت عليك بوت ياس حسين وش قصدك بالبوت ما كاش اصلا كلمه بوت هنا كاين اون بوت هذه معناتها انه في الاوتو كونكشن اوتو وهذه بوت بروتو معناتها نوع كيفيه الحصول على الاي بي ادرس بالدي اس سي بي ولا مانيوال اوكي هذه واحد لازم اذا حبيت تخلق مثلا كونكشن جديد يمكن انك تعمل كوبي على هذا الفايل وتعمل له موديفيكيشن مباشره انا وتعمل ريلود ولا على النتورك مانجر ولا على الـ على الكونكشن اللي حاب تعمل لها هذا فيما يخص نجيو الحالة الثانية اللي هي كيفية التأكد احنا من المفروض انه نعملو اي بي شاو نشوفه والبينج هو اكثر استعمالا للتأكد من انه الانترفاس شغال اوكي انا راح اعمل له انترفاس لوكالي انا راح تشوفوا انه عندها اكسس فيه ثاني شيء ثاني انه تعمل اي بي ماينس اس مثلا وتعمل لينك شو على الناس مثلا اس هذه تعطيك ستاتستيك على الانترفاس على اللينك اللي هو هنايا تشوف عنه اب اوكي والام تي يو شغال على 1500 وهنايا الريسيفد باكج وهنايا ترانسميتد باكج هذا اللي وصلوا هذا اللي بعته وهنا تشوف دروبد تشوف الايرور على الباكجز عدد الباكجز اللي بعتهم عدد الباكجز اللي تلقاهم كل هذه الاشياء لازم واحد يقدر يشوفها نقدر نشوفه على الثاني شوفوا انه هنا اقل ترافيك لانه الديفايس اصلا جديد لانه الديفايس اصلا جديد البينج لازم تاخذوا بالكم انه البينج في مثلا في لينكس هو بصفه دائمه اوكي بصفه دائمه معناتها اذا حبيت نعمل بس تست خفيف اعمل بينج واحد هذا معناتها نحدد عدد الباكي الاي سي ام بي باكي اللي راح ابعته على في التست اوكي اذا حبيتوا تعملوا تست على الاي بي في 6 تستعملوا البينج 6 بدل ما تستعملوا الاي بي مباشره في ملاحظة بس على الـ على الـ IPv6 الـ IPv6 بعض الأحيان نحطوا الـ IPv6 ونزيدوا معاه أي انترفاس راح تستعملها لازم تحط مثلا مثلا P1 S1 وتتأكد أنك راح تستعمل هذا الانترفاس من أجل الـ IPv6
اوكي، هذه الشيء اللي عنده علاقه ويمكن في اللوب باك يمكن تستعملها مباشره بدون استعمال. مثلا اذا عملنا show ناس بي 1 اس 1 اوبس ما اعرفهاش. حنشوفه مثلا هذا نحطه على هذا ونعمله بينج 6 او تشوفوه شغال عادي. اوكي، لان هذا خاص بسكوب لينك، هذا خاص باللوكال. اوكي، ونفس الشيء يمكن انك تعمله على على اللوب باك. اوكي، اذا عندك اذا حبيت يكون عندك نظره عن الروت، هنا عندك نظره عن ديفولت جيت واي اللي عندك والروت تيبل هنايا اللي محطوطه على هذا الجهاز، على هذا الجهاز. في الار سي اس انت مش يمكن تعرف اي جيت واي تستعملها والنتورك اللي شغال عليه واي جيت واي يستعمل. هذه اشياء اللي لازم واحد يكون متمكن فيهم. اوكي، في بعض الاحيان نستعملوا كوموند اساس خاصه مع السيرفيسز اللي عندهم نتورك ويب، مثلا انفاس FTP، أشياء اللي عندها علاقة بالويب. يمكن أنها أن هذه أنك تشوف كل ما عنده علاقة في حاليا في مثلا عندي UDP، هذا نعرفه مباشرة أنه DNS Service، وهذه اللي عملتها هنايا بال البي اللي خلاني نشوف من هو البروسيس اللي شغال على هذا. اذا نزعت البي راح تشوف مباشرة من غير سيرفيس مسؤول على كل وقت. وهنا هذه معناتها انها على الاي بي في 6 وهذه على الاي بي في 4 و 6، هذه 6 وهذه 4. اوكي، هذه نبدأ عن إذا رجعنا الآن هنا معناتها أنه رايح نستعمل أرقام بدل الأسماء إذا كان فيه أسماء بالطبع. التي معناتها تي سي بي، راح نشوف كل ما له علاقة بالدي سي بي سوكيت، الإي دي بي سوكيت، الآل معناتها listening سوكيت. إذا عملت هيك ما تشوف اللي حاليا هادو السيرفيسز اللي عندي شغالين على هاد على هاد كاين في الاي دي بي وعندي في التي سي بي. الاخرين هما كلهم كونكشن حاليا مستخدمين واما لوكالي ولا هذه بس نبدا عن استعمالات لا علاقة مع الأنماب. الأنماب نستعملوها على أي هوست حتى في النتورك، لكن الأساس نستعملوها بس على اللوكال ماشي العلاقة. الأنماب ما يدخل في السكوب. راح نشوفه آخر شيء لليوم اللي هو الفايروول، اللي هو الفايروول ولا وش عنده علاقة بالفايروول اللي هو نتورك سيكوريتي. لما تحدثوا على النتورك سيكوريتي الحاجة اللي تجي في بالك انه اي بي تيبل. اوكي، اي بي تيبلز في الفيرجن الجديدة مع ظهور فايروول دي اصبحت طريقة مستعملة في الباك اند تاع فايروول. معناتها ان احنا ما نستعمل الفايروول اي بي في، لانه اصلا الفايروول في لينكس هو
انا في نت فلتر، اوكي نت فلتر، لكن اي بي في اي بي تيبلز ولا فايروال هي بس الابلكيشن اللي خلينا نتعاملوا مع هذا الفايروال. لكن الناس راحت فيها لما تقول له ما هو الفايروال على اللينكس يقول لك اي بي تيبل، ولا يقول لك فايروال. لكن اصل الحديث انه الفايروال، فايروال دي هي ابلكيشن، ولازم تتاكد انه الفايروال دي طالع، اوكي status شغال ولا لا. اللي يهمك انت انها enabled مثلا وانها active running، اوكي علشان تشوف network في شيء جديد في النتورك في الفايروول دي اللي هو الزون. لما نتكلم على فايروول سي ام دي list zone or all zone راح تشوفوا هنا فيها الكثير من الزون، وكل زون عنده أشياء خاصة به، وش هو السيرفيس اللي مسموح به وش هو السيرفيس اللي غير مسموح به. إذا ما شفنا مثلا هذا الزون دروب معناتها حتى شيء ما هو مسموح به، اوكي اي شيء يجي من برا نعمل له دروب مباشره. هذا الشيء ثاني، اذا حطيتها على الزون اكسترنال، اذا حطيت الانترفاس على الزون اكسترنال، اوكي معناتها فقط المسموح هو اس اس اتش، اوكي مثلا اذا كنت حطيتها على الهوم راح تخلي الكوكبيت DHCP مثلا سامبا SSH، ويمكن حتى تعمل creation ل الزون نتاعك. وهنا مثلا في الريب virtualization فيه DNS، فيه TFTP بروتوكول ECMP، هذه مثلا يمكن حتى تشوفوا هنا انه الانترفاس اللي محطوطة على هذه البابليك اللي هو الزون اكتيف زون حاليا محطوطة على اثنين اللي هي هنا اس بي اس والثاني، معناتها يمكن انه نعملوا ربط بين زون مع ديديكيتد انترفاس. اذا كان عندك ثلاثة تاع انترفاس يمكن انك تحط على كل انترفاس فايروال بوليسي خاصة بها، فايروال بوليسي خاصة بها، حتى انك يمكن تعمل لها إذا حكينا على السيرفيس، هذو سيرفيس معناتها أنه لأنه الفايروال أصلا لما نتكلم على فايروال نتكلم على البورت، أوكي إذا كان عندك إذا كان عندك سيرفيس اسمه معروف من الفايروال دي دخله بالسيرفيس أحسن، إذا ما كان عندك دخل البورت. ومن أجل تشوف الفايروال يمكن تعمل فايروال CMD get oops get services وتشوف get services اللي عندك حاليا، أوكي وهذا كل services حاليا. إذا عندك service شفت أنه عندك service على ال على ال الجهاز نتاعك ما هو في هذه القائمة يمكن تضيفه بالبورت، يمكن تضيفه بالبورت. هذه كل ما عندها علاقة بال يمكن واحد مثلا تعمل انت اذا عملت فايروال CMD get default default zone راح تشوف الزون اللي حاليا مفعله على الديفولت انترفاس، اوكي واذا بس تشوف الرولز الخاص بها فايروال CMD list all، وهنا راح يعطيك الاكتيف،
شوف هنا عندي المسموح به فقط هو SSH. اوكي المسموح به فقط هو SSH. اذا حبيت نزيد واحد ثاني مثلا نحب نزيد الويب، هاي سهله، add services، اعمل HTTP وتشوف يقول لك حاب تضيف الاس ولا HTTP، معناتها البورت 80 ولا البورت 443. انا نزيدها. اذا عملت فايروول cmd مجديد ليست اول راح تشوف انه HTTP، لكن حذاري لانه هذه بمجرد ما تعمل ريلود باي باي، لانه انت من المفروض اذا حب تعمل موديفيكيشن بصفه دائمه لما تضيف هذا هاي تزيد له كلمه بيرمننت. اوكي ولما زدتها بيرمننت حتى الان ما شافها، حتى الان ما شافها. شو تعمل؟ عندك طريقه، الاولى تعمل فايروول CMD مباشرة ريلود. اوكي وراح تصيبها مباشرة حاليا، ولا في حالة نضيفه شيء ثاني مثلا راح نزيده HTTPS زدناه permanently. اوكي وحتى الان معنا راح نعاود نفسها لكن من غير permanent، وفي هذه الحالة راح يضيف ال HTTPS مباشرة. اذا حبيت تضيف البورت تتغير الحكاية شوية، cmd add port لازم البورت. وإذا حبيت نحيه إذا دقيقة إذا حبيت تضيف البورت أوكي وش تزيد؟ تزيد البورت اللي حبت تزيده مثلا أعلى، لكن لازم تزيد أي بروتوكول أنت حبت تستعمل. أوكي عملنا الليست شوفوا انه حاليا عندنا البورت اللي رايح نزيده على ال اذا حبيت نحيه فايروول cmd remove service http مثلا عملتها ليست راح نعملوا الاس راح، لكن خذوا بالكم حكينا على حكاية البرمننت بمجرد ريلود كله يرجع عادي. اوكي ونفس الشيء اذا حبيت تعمل ريموف للبورت لازم تعمل له ريموف. اوكي احنا عملنا ريلود معناتها راح البورت، غادي نضيفه من جديد ونشوفه. من فضلك استاذ. نعم كي درنا ريلود كنا ديجا مكريين HTTP دو فاسون بيرمانونت، اها نحيناه بال HTTP فايروول CMD ريموف، اها صح، موراها كي درنا ريلود عاود رجع. اها نفس الشيء لانه ما حطينا بيرمننت. كيفاش نديرو باش نقلعو ريلود؟ باش نحوه دو فاسون بيرمننت، صافي كي ندير ريلود ما يخرجليش مع الاساس. كي تحمل شوف هي الكونفيجريشن نتاع الفايروال، عندك اثنين كونفيجريشن، واحده في الميموري وواحده واحده في السيستم. اللي في اذا حبيت تغير اللي في السيستم تاع لازم تضيف بيرمننت. اوكي صح. اذا حبيت تغير بس اللي في الميموري ما تعمل بيرمننت. يعني هنا نجم ندير فايروول سي ام دي مو ريموف، نعطيه فايروول سي ام دي ريموف، فايروول سي ام دي ريموف سيرفيس اتش تي تي بي بيرمننت. لا
هنا يمحيه دو فاصون بيرمانونت بان دير ريلود ما يطلعليش. الريلود لا علاقه، الريلود واش معناتها؟ معناتها تطبق واش كاين في السيستم على الميموري. ايه ايه اللي فهمك. اوكي افهمها كي من هاك، ما تربطهاش بامثله، افهمها كي من هاك انه حاجه طبقتها. خلينا نشوفوها بطريقه احسن بالرسم. صح. انا فايروول دي عندي هنايا فايروول سي ام دي، وعندك هنا كوموند اللي حاب تزيدها. اوكي هذه عندها حالتين، حالة الأولى أني نضيف permanent. أوكي وهذه معناتها أنه أنا نغير في الرولز اللي في السيستم. أوكي معناتها علشان تاخذ، علشان تطبقها بعد ما تدير permanent لازم تعمل ريلود. اوكي لانه راح يقرا في السيستم ويحطه في الميموري. هذه اذا عملتها من غير بيرمننت معناتها هنا راني نتعامل مع الميموري، ولا نسميوها ريال تايم. اوكي ريال تايم معناتها موديفيكيشن اون ريال تايم. هذا المشكل نتاعها انه اذا غيرت هنا وما غيرتش هنايا، بمجرد دير ريلود راح يعاود يقرا واش كاين هنا. مثلا انا السيستم هذا، حاله السيستم حاليا فيه ال HTTP وفيه SSH. اوكي وفيه HTTPS. اوكي انا عملت ريلود فايروول سي ام دي ريلود، معناتها طلعت هذا اللي في الميموري حاليا هو هذا. واش درت الكوموند؟ عملت فايروول سي ام دي ريلود. هذه معناتها انه هذا جبته للميموري. اوكي راه عندي حتى في الميموري حاليا اس اس اش اس تي تي بي. انا جيت من بعدها، جيت من بعدها وضفت فايروول سي ام دي اد سيرفيس مثلا اف تي بي. ثم هنا تغيرت وصبحت HTTP SSH HTTPS وال FTP. اوكي حاليا اذا ما عملت، ما زدتش تعاملت مع الفايروول، حاليا الجهاز نتاعك يسمح ب FTP عادي، لكن بمجرد انك تعمل فايروول ريلود معناتها هذه راح تتنقل من لهنا وتجي في مكان هذا وتصبح من جديد HTTP SSH FTP أو SSH وال HTTPS. أوكي مفهومة هذه؟ الفرق بيناتهم لازم تاخذوا في بالكم انه عندكم الفايروول سي ام دي يمكن انها تعمل موديفيكيشن بيرمننتلي. اوكي ويمكن انها تعمل موديفيكيشن تمبوري اذا ما استعملتش بيرمننت، لكن اذا عملتها من غير بيرمننت ورحت الريلود راح تاخذ حاليا الكونفيجريشن القديمه. اذا عملتها مثلا في الميموري راها شغاله الان، تعمل ريلود كل اللي عملته راح،
من الافضل انك تعمل بيرمننت وبعدها تعمل ريلود. علاش هما السؤال مطروح، علاش خلاوها مثلا علاش حطونا في مشكل بيرمننت وميموري؟ لانه المشكل في اي بي تيبلز اللي كان عندنا قبل مثلا انه الكونفيجريشن في الاي بي تيبل ستاتيك مش ديناميك، معناتها انا هنايا قادر ندير 20 رولز نزيدها وهاد العشرين رول اللي زدتهم واحدة منهم خلقت لي مشاكل. أوكي، خلقت مشاكل، أنت كيف راح تجيب هذه اللي خلقت لك مشاكل؟ أنت زدتهم مع بعض. أفضل طريقة أنك تروح تمحي كل هذا الرول تعمل بس ريلود وانت في السليم. أوكي، نفس الشيء وكان عملتها بـ EP Tables. أي لا يحيى، الرولز نعملوا له application على الانترفاس مش على الكونكشن. أوكي، يتعملوا على الانترفاس، معناتها إذا حبيت أنت تكون عندك في الانترفاس في الكونكشن أي rules، لازم من الأفضل أنك تأخذ بالك في هذا الشيء، لأنه انترفاس معناتها firewall، connection شيء آخر. أوكي شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، هنا الروز كي درنا لها إضافة، أها اكزاكتو موش راه يصرا شيخ؟ اسكو درنا لها ديسكاردينغ على شغل الباكي كتجي داخله ولا كيفاش؟ لا لا لا، ما حناش ندخلوا هذا. قلت لكم النهار الاول، حكيت لكم باللي هذا الغرض تاعها ماهوش تريننغ. انت اللي لازم تعرفه في هذه الحاله انه اذا زدت HTTP سيرفيس معناتها كل الباكيج اللي جايين على البورت المخصص بهذا السيرفيس راح تعمل لهم اكسس، لا اكثر ولا اقل. اذا عملت لها ريموف معناتها كل الباكيج اللي جايين على البورت 80 راح تعمل لها ريجكت ولا دروب. اوكي اوكي شيخ، اوكي بارك الله فيك. في أسئلة تانية؟ إذا ما في أسئلة تانية، بارك الله فيكم على الحضور، وموعدنا بإذن الله غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. بارك الله فيك أستاذ، فيك بارك. صحاب طورك.